صباح الخير عليكم. في النهاردة واحد مجنون عملة كان عايش في القرن الـ18 اسمه إبراهام براشر، وده كان عايش في أمريكا، وطلب من دار السك الأمريكية أن هم يسمحوا له يعمل عملات نحاسية وذهبية، يعني هو ينتج هذه العملات. لكن دار السك بنيويورك رفضت طبعا الطلب بتاعه. مش معقولة هتخلي واحد يعمل عملات المفروض الدولة مسؤولة عنها، لكن رفضت انها تدي له حق انه ينتج هذه العملات. هو بقى عمل ايه؟ راح بدأ ينتج عملات مع نفسه، يعني من غير مش حاجة رسمية، وانتج عدد من العملات. الكلام ده في سنة 1787، انتج عدد من العملات، وفي عملات اتباعت الايام دي بملايين، لأنه هو ما كانش بينتج عدد كبير من العملات، كان بينتج عدد قليل، يعني عشان هو بينتج العملة ممكن قطعة قطعة أو ما شابه، لأنه كان سايغ جوهرجي يعني، فممكن يكون بيعمل بالقطعة، ما بيعملش بالكمية زي الدولة، الدولة بتعمل مليون نسخة مثلا، هو كان بيعمل كميات. نظرا لندرة العملات بتاعته، فكانت اتباعت قريب قطعة ب7.4 مليون، ده الكلام ده كان في 2011، واتباعت قطعة تانية له في 4.5 مليون في 2014، اللي هي كان اسمها جناحي النسر. فعملته خطيرة، عملته غالية جدا. فأنا قلت طب نلقي نظرة أنا وأنتم كده على العملات بتاعته، فتحت الصفحة وكتبت اسمه براشر 1787، ففوجئت بالعملات اللي قدامنا دي عملاته. وبرضو نتصفح كده، لان برضو العملات بتاعته شكلها جميل جدا، مش شكلها عادي يعني، شكلها متقنة جدا ومعمولة بطريقة جميلة. دي العملات بتاعته. فبرضو انا فتحت قبل ما يعني من شوية عشان برضو اطلع اخد فكرة على جانب من الجوانب، لقيت عنوان هنا بيقول اتباع عملة ذهبية ب9.6 مليون مليون من الدولار، 36 من المليون. ودست كده على العملة اللي هي ب9 مليون وقربت على نص دي، ففتح لنا صفحة تانية برضو قلت اشوف معاكم. بصوا العملة اللي اتباعت اهي، ومكتوب عليها برضو ان العملة دي اتباعت ب9.36 مليون من المليون من الدولار، ومكتوب جنبها بيعت عملة ذهبية نادرة صنعها حرفي مشهور في نيويورك سنة 1787 في مزاد في مدينة دالاس الأمريكية مقابل 9.36 مليون من المليون من الدولار، ويرجع ارتفاع سعرها لجودتها وندرتها. وافادت جريدة ديلي ميل البريطانية بأن دار مزادات عرضت العملة التي يطلق عليها براشر دوبلن من طراز هي نيويورك، وكان مساء الخميس كجزء من مزاد للعملات المعدنية الأمريكية، وجايبين العملة بصورة واضحة شوية برضو شوفوها، دي اللي هي براشر دوبلن اللي هي جناحين النسر، يعني اللي هي بتاعت إبراهيم براشر. ده راجل مجنون عملة شبهنا كده، بس مجنون أكتر مننا يعني. ودار المزادات بتكمل بيقول إن عملية البيع هي الأعلى على الإطلاق مقابل عملة ذهبية في مزاد، وأن المشتري يرغب في عدم ذكر اسمه، وقال اللي هو مسؤول عن المزاد بيقول ان العملة بتاعت براشر دوبلن تعتبر لهواة جمع العملات القطعة الاكثر شهرة والاكثر طلبا، واضاف انه من بين العملات السبعة المعروفة الموجودة في ان تلك العملة التي بيعت يوم الخميس كانت الافضل جودة، وكانت العملة من مجموعة رجال الاعمال الراحل من نيويورك دونالد جي بارتريك الذي اشتراها في 1979 مقابل 725 ألف دولار.
طبعا دي اخبار احنا بنشوفها، بس العمله يعني انا بتكلم ما حدش يستعين بالعمله اللي معاه يا جماعه، ودوروا كويس وفتشوا كويس، لان ممكن يصادف ان انت معاك حاجه زي دي. واوضح ان صانع العمله يدعى ابراهيم براشر، وهو صانع صائغ ذهب وفضه من نيويورك معروف، وانتج سلسله من العملات الجيده، وصنع عمله براشر دوبلن، وقال ان العناصر الموجوده على العملات المعدنيه بما في ذلك النسر اصبحت جزء من العملات المعدنيه للبلاد. وقال اعتقد ان هذه العملات المعدنيه كانت بشكل عام بمثابه نماذج اوليه وقطع تجريبيه اذا صح التعبير، من المحتمل انها اعطيت لكبار الشخصيات وكبار الشخصيات في ذلك الوقت. يعني كلها كانت عملات تجريبيه، ما كانتش عملات للتداول، فعشان كده طبعا نادره جدا وغاليه جدا واسعارها بالملايين. فجماعه ما تيأسوش من العملات اللي معاكم، وانا مش بيأس برضو وببذل مجهود وعارف ان ربنا يكرمني معاكم وربنا يكرمكم معايا. وهتفاجئ ان حد منكم قال لي لقيت عمله بمليون او باتنين مليون، او انا يكون عندي، انا عندي عملات برضو، في عرفت يعني عرفتها وفي لا برضو بدور. فلو قلت اقدم لكم العمله دي النهارده 22 رمضان، كل سنه طيبين، وكل يوم ان شاء الله بنقدم عمله جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.